السلام عليكم، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. انا جيتكم بفيديو جديد، واحد الجوله صغيره بمدينه وجده بالضبط في الجولف. خارجين غير نضربوا واحد الدويره هنايا، غادي نرجعوا للدار، غادي ندير لكم واحد البسبوسه نوريكم الطريقه ديالي. هذه قريه الصناع التقليديين بمدينه وجده. السلام عليكم البطة، انا انا وليت معروفة بالسلام عليكم. هذا الملعب ديال الجولف. دابا غادي نمشي للدار باش نوجد البسبوسه اللي غادي نحضروه مع بعضياتنا حتى للدار ان شاء الله ونتلاقاو. اهلا وسهلا بكم معايا من جديد. دابا انا جيت للدار، غادي اول حاجه غادي ندير البوشيار اولا الشيار اللي غادي نحتاج فيه. هنايا عندي كميه متساويه بين الدقيق الابيض ودقيق الفينو، عندي هنايا بيضه، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه على حسب الجو، الا كان الجو بارد نكثروا شويه نديروا اكثر من معلقه. عندي هنايا ملعقه ديال العسل. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه ندير المليحه وندير البيضه
والخميرة، نحاول ندمج هذه المكونات مع بعضياتهم. ندير هذه المعلقة هذه ديال العسل، نعجن هاد العجينة، نحاول ما نقطعش في المونطاج باش تشوفوا العجينة كيفاش كتجي، كتجي خفيفة. هيا العجينه جمعتها، دابا غادي نضيف جوج معالق ديال الزيت، نحاول هاد العجينه هادي هكا نعاود نعطيها واحد شويه ديال الدليك، كتجي هكا العجينه كتجي خفيفه، كتجي بحال هو كيجي خفيف، كيجي احسن من السفنج بحكم انه كيجي ناشف، مكيجيش يعني مقلي ولا شي حاجه، كيطبع على الشكل ديال المخامر. العجينه ديال البوشيار كتكون هكا كما وريتكم خفيفه، اللي درتها هنايا في اناء اخر، دابا غادي ندير ليها البلاستيك الغذائي ونخليها واحد الساعه ترتاح، بحال هي اللي ضربت التمر. دابا غادي نمشيو باش نوجد البسبوسه. البوشيار من بعد ما درتو كيخمر حطيت العجينه ديالو كترتاح، دابا غادي نوجدو البسبوسه اللي كنحتاج ليها هنا جوج بيضات، جوج كيسان ديال السميده ديال الحرشه، وكاس ديال الدقيق الابيض، كاس ديال السنيده، وكاس ديال الزيت، قبيصه ديال الملحه، وجوج خمارات، وكاس ديال العصير ديال البرتقال. كما كتشوفوا هنايا عندي المقادير مضاعفه لانني عندي الضياف، عليها درت المقادير دوبلتها. دابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه نجيب البيض، ندير السنيدة، ندير هاد شوية ديال الملحة، نديرو العصير ديال البرتقال، نجيبو السميدة، هنايا الخميرة اللي غادي نزيدها هنايا مع الدقيق، نخلط المكونات. هاي الخليط ديالنا راه خلطناه. هنايا جبت هاد الصني هذا اللي دهنتو بالزبدة ورشيت عليه السميدة، دابا غادي ندير فيه الخليط،
الخليط ديال البسبوسه انا درته هنايا في الصني، غادي نديرو في الفران. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الضو 180 درجه والفران ديال الكاز نديرو العافيه مهيله ونخليوها طيب على خاطرها حتى تبان لينا تحمرت من الجناب، وعاد نهبطوها لتحت تكمل التحمار ديالها. ملي تنديرو البسبوسه كطيب كنجيبو باش نوجدو لها السيرو ديالها باش نسقيوها، كنديرو كاز ديال العصير ديال البرتقال، كنديرو معاه وحده ديال لافاني، نص كاس ديال سنيده. انا كما قلت لكم راه عندي المقادير مدوبلين لانني انا عندي الضياف، انا غادي ندير جوج كيسان ديال العصير ودوبلت المقادير، وغادي ندير هاد السيرو يطيب فوق البوطه. ها هي العجينه ديال البوشيار اولا الشيار، ها هي راه دابا ولات موجوده. ندهنو هكا شويه يدينا بشويه ديال الزيت، كيجي بحال العجينه ديال الشفنج تماما، عجينه خفيفه. كميه ديال البوشيار كامله راني درت ليها بحال هكا. دابا كنمشيو الاولى اللي بدينا بهم، كنديروا هكا شويه كندهنوا يدينا بالزيت. هو الامتياز اللي كاين على المخامر، ما كنحتاجش اننا نخمرو، صافي ملي كترتاح العجينه في المره الاولى صافي ما كنعاودوش. هي هكا كنقرصو هاي المقله، هنايا راها سخنات كنديروا لها كرشيشه ديال الزيت. نحاولوا ما نقلبوش حتى يدير الكو لينا واحد الفقاعات، عاد نقلبوه ماشي بحال الشكل ديال المسمن، خليو على هذا الشكل هذا حتى يبداو يبانوا لنا واحد الفقاعات عاد نقلبوه. خليتهم حتى تكون فيهم هكا البويقات، كندير لهم هكا واحد الرشيشه ديال الزيت. كنقلبهم تكون العافيه مهيله باش ما يتخطفوش لنا، ماشي مهيله بزاف ولكن تكون متوسطه بحال هذا الشكل هكا باش يبقى يتحمر على خاطر ديالهم. هنا السيرو ها هو من بعد ما وجد البسبوسه خرجتها من الفران. الا كانت هي سخونه نديرو السيرو بارد، الا كانت بردات نديرو السيرو سخون ونسقيوها. نرشو ليها الكوك، كيبقى تزيين اختياري اللي بغا يدير ليها الكوك. هو الكوك كيتواتى مع المذاق ديال الليمون كيجي زوين. اول بوشيات اللي طاب راه هو وجد، غادي ندهنوه بالزبده والعسل حتى ندهنوه قدامكم وتشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق اللي وجدنا. ها هو الشكل النهائي ديال البوشيار، كيجي خفيف على هذا الشكل هذا، كيجي خفيف كيجي زوين. والبسبوسه ها هي حتى هي كنصحكم جربوها، هي تبارك الله كتجي رائعه لا في المذاق ولا في الشكل ولا كل شيء. انا غادي ندهن هذا البوشيار، غادي ندهنو بالزبده والعسل اللي ذوبتهم مع شويه ديال الزعتر. اللي بغى الزيت اللي بغى، كل واحد على حسب كل واحد وشنو كيبغي. نتمنى تجربوهم وصفات كيستحقوا التجربه. الصحه والراحه، حتى نتلاقاو فيديو جديد بوصفه جديده ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه.